أنا اسمي غازي منصور جعجع، ساكن ببرقة. لأن احنا مثلا مزارعين أول شيء بالضايعة، نزرع قمح، حمص، بطاطا، عدس، كرشنة، هيدا. هلا هان عم نقرش، ما طلع حطينه على النار وعم نغليه تنشيل القريشة عنه، نفصلها عن بعضها ومنكب. أنا داني جعجع، مهندس مدني. فبقى بال 2010 أخذت القرار إني أطلع عيش بالضيعة. تتعيش بالضيعة ما فيك تعيش من الهندسة، بدك تعيش من موارد زراعية وطبيعية. اتجهنا وفتحت مزرعة بقر، وحد منها في شوية معزة وشوية غنم، يعني رجعنا لعيشة الضيعة من 2010 مع شوية دجاج، وجبت شوية نعام، عملت تجربة نعام بس ما نجحت، رجعنا سكرنا النعام وفت على الزراعة العضوية وتربية النحل. يعني أمبدوتو مشاريع كتير صغيرة هيك وتنقدر نعيش، وحمد لله قدرين نعيش. ونحن بمنطقة برقة مملكة اللزب، منبلش المنطقة بتبلش ارتفاع من 1300 تنوصل لل 2500 متر. برقة هي ضيعة لبنانية موجودة بالبقاع الشمالي، معروفة إذا بدك بطيبة سكانها وأهلها. يعني بتتميز فيه إنه موجودة بأجمل مناخ وأنظف بيئة موجودة بمنطقتنا الحمد لله. تقدر توصلها عن طريق في عدة طرقات، تقدر توصلها لبرقة. فيك تجي بعلبك دير الأحمر برقة، فيك تجي عينات الأرز عينيتا تجي على برقة، فيك تجي الأرز عيون أرغش توصل على برقة، فيك تجي من نبحة لقدام برقة، شعد نبحة لقدام برقة. برقة هي جزء من مملكة اللزاب. مملكة اللزاب هي منطقة كبيرة، أطلقنا هيدا الاسم على منطقة اللزاب يلي هي إذا بدك بتضم أكثر من 20 ضايعة، وبرقة يعني ضايعة من هودي الضياع. اللزاب هي شجرة صمخية، ميزتها انه بتعيش بأقصى الظروف والمناخية، يعني بالجفاف وبالبرد، تتحمل برد قد ما بدك، ما حدا غيرها قادر يوصل لقمم لبنان الشاهقة ل 3000 متر. عايشة على 2960. وسنة الماضية كان عندنا تجربة على القرن السوداء، شجرنا شوية لزاب فوق وعايشين نشكر الله تمام. ليش اخترنا هيدي الشجرة لحتى لي نضوي عليها؟ اول شيء هيدي شجرة تاريخية مقدسة مباركة ومنسية بنفس الوقت، منسية كلنا بنتغنى بلبنان الاخضر وبنحكي وبيحكونا انه جبال لبنان كانت خضرة. جبال لبنان كانت خضرة مزبوط، بس باللزاب كانت، ما حدا غيرها في يوصل لجبال لبنان الخضرة. قديما كانت تعرف بشجرة الارز، كل شيء صمخي كانوا يطلقوا عليه شجرة الأرز. هلا ما عندنا مشكلة، نحن اللزاب والأرز حال واحد، ما في مشكلة. بس هذه الشجرة هيكل سليمان مصنوع منها، كل بيوت جدودنا وأبائنا كانوا سقوفهم، سقوفيتهم كانت معمولة من خشب اللزاب. Good morning, good morning. حماس بشكل مش معقول، فيكم تتخيلوا حتى لو ساعتين طريق. بلشنا على الساعة 7 من أنطاليا، ساعتين وبتوصلوا على جنة، على جنة صغيرة اسمها برقة. كتير حلوة الأجواء، الطقس الرائع، الشمسات خويت، الجبل الخضار، وبصلنا دغري على جو ضايعة، عم بيحضروا قريشة النار والعانة الروايح. شو بدي أخبركم يعني؟ satisfaction for the five senses، بتحسوا كل مشاعركم عم تتحرك. اليوم نهار كتير طويل رح نقضيه سوا بضيعة صغيرة، بس بعتقد انه فعلها كتير كبير اسمها برقة. انا كنت مفكر انه بتخلص الدنيا هون بدير الاحمر، وما كنت رايح ابعد من هيك. وبرقة اول مرة بعمل لها زيارة ومحمس ماكسيموم. رح نعمل مملكة اللزاب، رح نشوف ليك ماي، بحيرة كتير حلوة، يمكن نفوت على واينري وغيرهم، رح نشوف البقرات، المعزيت، الجبنة. مش بس هيك، اليوم معنا مارك، فهلأ مارك رح يخبرنا عن برقة. شفتك شو عم تدرس، شو عم تنقل؟ ما بدي اقول لك قصص عن برقة، رح تجي تقول لي انت شو بتعرف عن برقة وانا ما كتير بعرف. يلا خبرهم شو عنا اليوم برقة، شو هي؟ حبيت لي اسمها برقة،
اوكي ليش صار كرمال شغلتين او لانه في كتير برق ورعد سو هيك جاي كلمه برقة او كلمه سريانيه قبل بتعني البرج لانه برقة عاليه 1450 متر عن سطح الارض ومطرحها بخليك تطلع على كتير الضياء اللي حواليها سو اسمها برقة او لهيك او لهيك انت اوكي باختصار اليوم بروجرامنا شو هو سو مثل ما قلت بدنا نتعرف على اللزابة يعني نحن هي انا بالنسبه لي سفيرة لبنان اللزابة لازم تكون هنتعرف عليها عن قرب رح نروح على مملكه اللزاب رح نشوف اكتيفيتيز رح نشوف برك وأهمية المي للزراعة رح نشوف كنايس برقة لأن معروفة كتير فيها ويمكن أثرت اليوم نرد لها حق على اللزابة وتصير هي مشهورة قد الأرزة هلا نحن الأرزة على راسنا ونحبها كتير بس بدنا نعطي حق على هيدا اليوم نسمي الحلقة ردوا حق على اللزابة ردوا حق على اللزابة وببلش بقهوة الحليب بس يغلي المصل نحط الحليب هلا شو عم تحطي؟ هلا عم حط شوية حامض الليمون حامض الليمون لأنه ما بيجمع ال كرمال يفصل أيوة يعني فينا نحط خل؟ فينا نحط خل أو حامض الليمون؟ بس الحامض الليمون أزبط لأنه فينا نحط مجبنة أو لا؟ لا مجبنة محطوطة بالحليب بالحليب سو هون لازم نحط أو خل أو حامض الليمون أو شوية خل أبيض حتى تفصل القريش عظيم الخل بيعمل طعمه بالقريش مظبوط اوكي الافضل طيب واحسن يكون على نار الحطب اريح بتاخذ وقت اكثر الا الا منفعه هلا هو اريح هلا اريح على الراس على الراس بس اطيب على الحطب افضل ناكلها اليوم بدوء او بتاخذ وقت اكيد بدنا نعمل قريش وعسل اتفقنا ليش بنعمل اليوم قريش وعسل هلا قريش وعسل كثير كثير حلو كتير حلو ما بعرف شو الاحساس اللي بحسه ساعات بطلع على الضيعه بس التمشي بين الشجر هذا التراكتور اللي قريب قول يا ريت عندي شي تراكتور مثله هيك ادهنه اصفر اعمله هيك ترندي وامشي فيه ببيروت ليش لا لك قديش لبنان حلو بضيعته بناسه باكلاته بشعبه اللي بيعقده هاللهجه الحلوه اللي بتاخذ العقل لك هيدا هو لبنان هيدا هو لبنان هيدا هو لبنان وبعدنا اول نهار بالوقت الحالي عندي حوالي 20 بقرة بالألفين وعشرة بلشنا مشروعي بقرتين وصاروا هنو يتكاتروا شوي شوي حتى اللي وصلنا لثلاثين 35 بقرة بس هلا بسبب الظرف اللي عايشين وغلى العلف ومدري ايش خفضنا العدد تنقدر نسيطر على الوضع مع هيدا كله سوا بصراحة في كتير صعوبة يعني تقدر تكمل لأنه كل شيء مدوبل سعره بالدولار وإنتاجك عم بتبيعه بنص كلفة الدولار هاي القريشة بلشت تطلع بس حطينا الحليب والحامض فصلت القريشة دغري بتطلع لا مش دغري بنصفيها أيوة وبدنا نشيل منها المي ونترك منها الأساس أيوة هلا بدك تفوت تشوف الجبنة كيف عملناها وتصورها إذا بدك هيدا حلوم حلوم أيوة. حلوم كيف بنعمل؟ الحليب بنحط له المجبنة وضروري ينغلى وبيتصفى من الماصل بينكبس على المكبس خلال ساعة ساعة ونص بيرجع بينغلب المصل بس نشيل منه القريشة وقت نشيل القريشة من المصل بنغلي الحلوم فيها بالمصل ابني لبني قريشة بتبيعون؟ اكيد وين الناس فيها تلاقيهم؟ خبرنا عن أول شيء فيها تلاقيهم هون عنا بالمزرعة وفيها تلاقيهم بسوق الطيب كمان عظيم وينها دايما موجودين كل الوقت اي نعم جريت جبنه لبنه موجودين بسوق الطيب من هون من برقة يعني بمحل كتير طبيعي وكتير يعني حتى البقره بتشرب مي تشرب مي اللي بنشربها نحن مية مية شرب شو عندكم حلوم حلوم عكاوي جبنه بيضة قريشه لبنه كشك شانكليش وعسل وعسل كتير مهم نحكي عن العسل بيض بلدي عسل طبيعي 100% بفتح افتح شيل الستيكرز تبعه ها دغري هذا العسل هذا عسل مملكة اللزيب عسل اللزيب اوه قصة كبيرة يلا منحضر صحن رح قص شقفة حلوم الحرزانة رح حط عليها مربى الطين مع لوزة غير شكل وهيك ألف صحة شغلة كبيرة ريتو قريشة طازة and we enjoy it برافو بروفيسيونال بروفيسيونال يا هيك ترويقة يا بلا شو هالعسلات شو هالقريش الغير شكل
يا لا اخوات لا مش معقول صحتين حلاوته على القد طبيعي طعمة الارض القريشات قاسين مثل الريكوتا ما عم بقدر اوقف شكل اللبنة بشهي قساوتها بتشهي ولون زيت الزيتون هي بدها تو تومز اب عسلاتي مهمين لانه هودي عسلات ولادي يعني العسل اللي بنجو انا بنجو لحتى لي طعمي ولادي منه والفائض بنزله على السوق وببيعه يعني كل حدا بده ياكل عسل من عندي يعني عم بياخد المواصفات تبع الطعميه لاولادي هلا عسلات النحلات بينزلوا على الشتوية على بيروت او بضلن هون لا بيشتوا هون ببرقة على 1400 متر ما بحبز ينزلوا على المدينه لانه في البوليوشن الموجوده بالجو تحت ممكن تاثر على نظافه العسل تبعي وانا يعني بشوف حالي بانتاجي بالعسل لانه بقلع من ال1400 لل2500 منطقه كتير نظيفه رائعه بيئه من انظف البيئات الموجوده كرمال هيك اضافه الى الرحيق يلي هو كتير طبيعي عم بتجيبه النحله الهواء اللي بتتنفسه النحله طبيعي كل شيء عم بيكون طبيعي تما يكون في ترسبات بالعسل تبع اليوم اللي بيجي لعندك بيقدر يقضي نهار كامل ببرقه اكيد بدون شك في يجي يقضي نهار كامل عندنا من الصبح للعشيه يمكن ما يقضي نهار واحد حلو شو بنقدر نعمل ببرقه نتروق فينا نتروق نبرم بالمزرعه نجي على مشتل اللزاب نعرفه على اللزابه من وقت اللي بتطلع هي من كيف بنحولها من حبه من بذره لشجره وفينا غدا فيه في غدا وحتى في ناس تنام عندكم وفي ناس تنام عنا يعني برقه كامله متكامله ضيعه كتير صغيره هلا بتشوفوها بس فيها اساسا بتريح الراس صحيح شوف اوقات النفس تبعك بيزعجك من صوته جد نحن هلا بمشتل مملكه اللزيب نحن هون شغلتنا او يعني الهدف تبعنا نحول بذرة اللزاب من بذرة بنقطفها من الشجرة وتنحولها لشجرة تاريخيا هيدي البذرة ما كان عندها شانس تعيش وتفرخ إلا تيجي طير الكيخان يكلها تمرق بأمعاء ويهضمها ويروح يتخلص منها من بعد ما يتخلص منها إذا حصلت على ظروف مناخية معينة ممكن كانت تعيش وتصير شجرة الزيب وتمشي هلأ نحن ما عاد فينا اتكلنا على طير الكيخان لأنه الصيد الجائر والعشوائي والغير منظم ما عاد خلى كيخان يجي على بلدنا وإذا إجا بيجي بكميات قليلة وما بيعرف كيف بده يهرب من عنا نحن يعني بمشروعنا الحفاظ على شجرة اللزيب ما كان فينا بس نعتمد على طير الكيخان أكيد عم نعتمد عليه بقدر المستطاع بس نحن حاولنا نساعد طير الكيخان على إنبات هيدي الشجرة معالجة البذرة ما رح نفوت بتفاصيلها بس هيك لمحة سريعة بتاخد معنا من 6 شهور لثلاث سنين لحتى نحول البذرة لشجيرة صغيرة ومن بعدها مننقلها عبويات منخليها لعمر 5-6 سنين بالمشتل هون ومن بعد 5-6 سنين منطلعها على جبال لبنان يلي هي موطنة الأساسي لشجرة اللزيب كل النباتات والأشجار بدها دفع لحتى لي تفرخ بعكس بذرة اللزيب بذرة اللزيب بدها سقعة لحتى لي تفرخ يعني هلأ إذا بتشوف هذه المسكبة الصغيرة اللي عملينا مشتل هلا وقف التفريخ فيها لانه بلشت تتشوه بالدنيا هلا اي متى بترجع بتتحرك بتشرين وتشرين وكانون وكانون وشباط لا اواخر ادار بيرجع بيفرخ اللزاب عنا سو اللي كان عم بيقوله بدنا نعرف شغله عن شجره اللزابه اول شغله انه هي كشجره في تقريبا 90% من البذر يلي عليها الكونز تبعهم البذراتهم فاضيين فاذا بتروح انت بتجيب بذر او عصافير بياكلوا بذر بيقولوا بالطبيعه في كتير نسبه انه ما يطلعوا لانه 90% من البذر فاضي
فكان عم بخبرنا اياه انه عاده بالطبيعه بيقولوا انه الكيخان والشحرور والحتى حتى الثعلب لازم ياكلوا هاللزابه وبعدين تقطع بالمصران تبعهم في سوق هون بيهضمهم وبيرجع بعدين بدها تقطع بتلج وكمان بحراره لانه اللزابه عندها مثل ما بيقولوا شغلتين دورمانس بطريقه اثنين يعني الامبريون نايم وبعدين البذره نايمه سو بدها كثير طريقه لتوعى وترجع تفرخ اللي عم نشوفه من هون انا لالي عجيبه انه عم نقدر نحن سرنا بطرق كثير هينه بس بدها وقت نرجع نرد اللزابه تفرخ من دون ما نقطع بكل هذا السيكل الطبيعه هلا بعد البطوله نقدر نردها على الطبيعه وتعيش الارزه بعد اهين ترجع على الطبيعه اللزابه بعدها شوي صعبه أهمية شجرة اللزاب إنه هي أول شيء شجرة بتعمل فلتراسيون للهواء بطريقة رائعة بسبب كثافة أوراقها بتلقط كل البوليسيون وكل البوسيير من الجو إضافة إلى إنه شجرة اللزاب كل شجرة اللزاب ناضجة قادرة تعطيك 50 طن أكسجين بالسنة هي معمل أكسجين بحد ذاته شو منزيد؟ أول شيء تنقول إنه اللزابة هي إحنا بالنسبة لنا صديقة الأرز سو بتكمل لها دورة يعني بالغابات بتطلع حدها من الألف للألفين ومية متر من 2100 وطلوع اللزابة لوحدها بتطلع اسمها اللزابة بالعربي جاي من اللزبة يعني شيء ثابت كتير بالأرض وهيدا شغلة كتير مهمة لأنه اللزابة فوق الألفين ومية متر هي الشجرة الوحيدة بتثبت التربة هي الملاذ الوحيد للعصافير بهذا المنطق هي كمان عندها أهمية كتير لأنها بتعطي أكسجين لنقول كمان انه اسمها العلمي جونيبروس اكشلسا سو هيدي الكلمه اكشلسا بتفرجي كمان قد هي مهمه كذا مره معقول بالعهد القديم او بالانجيل لما حكينا كلمه قلنا كلمه ارز في يكون معقول عم بيحكوا عن اللزابه مهمه كتير لانه بالزمانات كان خشبها يتقطع ليعملوا سكك الحديد ليعملوا البيوت شغله كتير مهمه بس لازم نعرف مع انها هالقد مهمه للبنان مثل الارز مش بس موجوده بلبنان سو هي موجوده باكثر من 20 بلد بس بلبنان هي الوحيده اللي بتطلع بهالجبال كتير العاليه وبتقدر تعيشون ليش نحن فكرنا نهتم باللزابة واعطيناها هيدي الأهمية جبال لبنان بالتاريخ كله سوا بيتغنوا عنها انه كانت خضرة وهلأ نحن بنقعد ومنبكي ومنوح جبال لبنان خضرة ومنتغنى فيها بتطلع بجبال لبنان بتلاقيها قاحلة ما فيها شيء خصوصا عم نحكي من الألفين وبالطالع كل الأشجار ممكن تعيش تحت الألفين ألفين ومئتين متر ما حدا قدر يعربش معنا على الكمم إلا شجرة اللزاب قادرة تعيش على الصفر بدون ما عندها مشكلة وقادر تطلع على 3000 متر بدون أي منازع أو منافس كرمال هيك حطينا كل تقلنا لحتى لي نولد شجرة اللزاب لحتى لي هدفنا نوصل لهدفنا إعادة جبال لبنان خضرة وإعادة جبال لبنان خضرة ما فيها تكون إلا مع اللزاب جربت استثمرها للأرض بدون ما حط مصاري عليها وطيلة منها مصاري هذا الزعتر هي اصلا زعتر بري بيعيش بالبريه هيك هزبت له الارض شوي صغيره لحتى لي نقدر نحصده ونقطفه بطريقه سهله هلا هون عندي انا دجاجات وعندي مقر النحلات الشتوي بس هلا النحل مش موجود هون طلع على الصيفيه طلع على الجرد عندي هون حوالي 200 طير دجاج وهلا محضر فوج اذا الله راد لسنه الجاي كمان بيطلعوا لهم شي 250 طير هيك كل سنه بنجدد فوج عندي فقاسه بفقس انا صيصانه من عندي والحمد لله ماشي الحال هون عم نجرب نحول الطبيعه نستثمر الطبيعه بالاحرى بدون ما ندق فيها يعني بالطبيعه بتعرف في كثير اشجار بريه ممكن يركب عليها شيء جوي وتصير تعتني فيه وتاخذ اشياء اورجانيك 100% لانك جاء اصلا بالطبيعه يعني الخوخ فينا الخوخ نطعم عليه جنيريك فينا نطعم عليه بغير مطارح نطعم عليه مشمش الزعرور فينا نقصله ونحصل على زعروره مرتبه فينا نحوله لنجاص فينا نحوله لتفاح السنديان والبطن السنديان والملول عم نجرب نفوت عليهم البندق والفستق الحلبي الكاستنا جربنا السنة ما بعرف ناطر النتيجة بعد لهلأ ما فرخ عنا شيء إن شاء الله إنه الكاستنا بتشتغل عليهم كمان التطعيم شغلة كتير مهمة أنطوني في بقلبها دايما الطعم والمطعوم يعني هون شو عم بيعمل نتعلم العيال عادة الزعرور هي ذاتها من عائلة التفاح والنجاس والأكدنة والخوخ وهول سو إذا أنت كان عندك زعرورة من تحت هون شو عامل هو أول واحدة زارع كأنه أنواع زعرورة تانية تيقصلها وعم بجرب نجاس عليها
سو عمليا بصير عندك انجاسة طيبة من فوق، بس الروت ستوك من تحت معود على المناخ، معود ما ينسقى، وهيك بكون عندك شجرة مقضيت على الطبيعة وجينا يلا قصينا السنديان. نستفيد من الطبيعة 100%، يعني منعيش هارموني مع الطبيعة، يعني بدون ما تجي تقص السنديان تقص الزعرورات بتجرب الطعامون إذا عايز، بس أكيد بدنا نخلي السنديان سنديان، بس هيدا شغلة كتير مهمة وتحافظ على الطبيعة والشجر. بسبب الوضع الاقتصادي الصعب اللي عم نعيشه واللي ناطرنا أسوأ مثل ما عم ببشرونا، أنا عندي مزرعة أبقار ومعزة، بصراحة في هاجس العلف موجود دايما واللي هو عم بيغلي الكوست تبع كل شيء. عم نجرب نلاقي طريقة بديلة للعلف أو داعمة للعلف. اشتغلنا عملنا رشاشات كتير، طلع إنه الأزولا هي غنية كتير بالبروتينات وممكن تغنينا عن الصويا وعن الذرة، فبقى هوني بلشت مشروع أزولا عم بتعلم فيه، بعد ما وصلت تقول اني نجحت فيه بعدني عم بتعلم، ان شاء الله انه من هلا الفترة بينجح مشروع الأزولا وهيك بنقدر نأمن علف بديل والكوست تبع الحليب بينزل شوي. الأزولا هي نوع من فجار بس بتعيش بالماء، هلا بتكتر لدرجة بتصير تمنع ضوء الشمس يوصل على الأرض قد ما بتكتر. ليه هي غنية بالبروتينات؟ لأنه الأزولا بتقدر تعيش مع نوع من البكتيريا، وهيدي البكتيريا بيسحبوا الأزوت من الجو بتحطها بالورق تبعها. هلا هي عندها كتير استعمالات، مستعملة لأشياء كتير، منها كبيو فيرتيليزون، يعني فينا حتى بالماء تبع نرجع نص الشتل وبتاعت الكيماوي، بس استعمالها الأساسي اللي هلأ عم جروا يستعملوه علف للحيوانات لأنها كتير غنية بالبروتين. هلا نحن هون وصلنا على سيدة العطايا يلي هو معلم ديني سياحي بامتياز. سيدة العطايا هي يلي حرستنا وحميتنا وسهران علينا، وان شاء الله بشفاعتها انه ما حدا بيعود شيء. عم نشتغل على طريق اجر سياحية تنطلق من برقة تمرق بسيدة العطايا تكفي على مملكة اللزاب عمر يوحنا، يكون في عندنا تراجكتوار بيطلع له حوالي 25 كيلومتر واحد يقدر يمشي، وعنا عدة تراجكتوار بس هذا تقريبا رح يكون من أطول التراجكتوارات اللي رح تنمشها. نحن كنا ببرقة وهلأ طلعنا على سيدة العطايا. ببرقة كنا على 1400 متر يلي هي تقريبا أغلبية الغابات تبعها هي غابات سنديان وملول وإلى آخره. هلأ نحن هلأ هون على 1600 متر هي عند سيدة العطايا، هي منطقة التداخل بين اللزاب والسنديان. إذا بتشوف بالطبيعة كيف هم متداخل ببعضه السنديان واللزاب، هلا بعد شوي بنطلع لفوق ببطل ينقرض السنديان وتبلش اللزابة تزهر وتجود وتفرجينا على جمالها. جايين على أساس نشوف شجرة صار لها 50 سنة، فطلعت قلت هاي، ضحكوا علي قالوا هاي هاي شي 2000 هاي، فتطلعوا قديش بتاخد وقت. هاي 50 سنة، يعني جدة وقع عليها. وقديش هاللزاب لازم نحافظ عليه؟
هلا هي عمرها 50 سنة، لأنه وعيلة أنا من وقت من صغرتي وعيلة كانت هالقد. هلا هو مش هالقد بطيء اللزاب بالنمو، بس مساقبة هيدي الشجرة المعجزة اللي عايشة بالصخر، ولا حبة تراب حواليا، وحتى الصخرة إذا بتصورها من بعيد بتحسها معزولة أنجأ دقة بالأرض، ما في شيء، ما في ماي، ما في شيء، كيف عايشة ما بنعرف. هيدي صلابة اللزاب اللي عم نحكي عنه، وهيدي قدرة اللزاب انه يقدر يعيش بكل الظروف المناخية اللي موجودة. فهيدي النبتة اسمها باللاتيني ريوم ريبس، هي من نوع الريبارب. نحن بنعرف انه برا بياخدوا الريبارب بيعملوا منه مربى، فهون هيديك من الضلوع. الريوم ريبس هيدي البلانت عندها اول شغلة وراء كتير كبار بكتير مطارح بهالجبال، لو ما فيها النبتة بصير في زحول للأراضي، لأنه بالورق تبعها بتمنح زحول الأراضي. بس أهم شيء نعرفه أنه هيدا بنسميها إن باناسي. باناسي جاية من الآلهة، يعني الديست غريك دو رماد إنيفرسال، يعني هيدا النبتة حسب الضيعة هون بتفيد لكل شيء. سو عادة بنشوف الريباس وين ما كان بينباع، عند العطارين، بترابلس، بجوني، بسور، بس بيشو بياخدوها من هالمناطق. شلشة في عدة طرق الاستعمال. سو بيقولوا انه باناسيا بتفيد لكل شيء، بس هي كتير معروفة للكبد وللسكرة. انا اسمي وليد جعجع، هيدا بركة زراعية لمنطقة برقة بدير الأحمر. تتعبى من مياه عيون أرغوش، بترجع عليها بنستأجر المي منها، بنعبي المي هون وبنرجع بنبعت المي على برقة لتحت. هاي البركة تمولت على صعيد شخصي منا، نحنا عملناها لأنه منطقة برقة ما فيها مي، ما بيجي عليها مي، قررنا مية الشتاء والمي البقوة خزنها هون، وأيام الصيفية نبعتها على برقة للعالم تروي المزروعة. كم لتر عندك تقريبا؟ 160 ألف متر مكعب، يعني 160 مليون لتر. وبيضل فيها مي كل السنة؟ تقريبا كل السنة. مزروع. أي سنة عملت؟ هاي عملت عام 2018. طيب، وكل حدا اليوم بده يزرع أو بده يسقي بقلب الضيعة في ياخذ مي منها؟ صح، في ياخذ مي منها. ياخذها ببلاش بتبيعوا إياها؟ لا، بنبيع إياها بالكوست تقريبا تبعولها. مبادرة شخصية قدرت تسعف ضيعة، فينا نقولها مثل ما هي. صح. يعني ضيعة كاملة اليوم شفناها وشفنا مناظرها من فوق، الخضار، الأجواء الكتير حلوة، المناظر الروعة، الزرع اللي موجود وين ما كان، من مبادرة شخصية. وفينا فرجيكم هلأ لون الماء بتشهي، يعني بيطلع عبالكم تشربوه أو تخصوا فيها تصبح؟ بتشدك كتير لتحت، بس ريسكي شوي. هيدا البركة انعملت على صعيد فردي بطريقة أنه نحنا كنا بحاجة لماي تحت بضيعة اسمها برقة، بلقينا ان احنا ما عنا الا حل الا نجمع مي من الشتاء، ولا نجمع مي من مصادر تانية، ونقدر نعملها بهيدي البركه ونبعتها على برقه لتحت. هاي البركه اخذت تقريبا شي سنه لتنعمل، اقل شوي 8 اشهر، يعني كل فتره من شي 8 اشهر تقريبا اخذت لتنعمل. كان الشغل فيها كل يوم تقريبا، نشتغل فيها بحدود 12 ل 14 ساعة لقدرنا خلصناها. واجهنا بعض مشاكل، واجهنا بعض صعوبات، بس ضلينا عم نكفي بالبروجي، لأنه هيدا البروجي هو حيوي لبرقة. بلا المي أكيد ما فيها نعمل شيء، والزراعات اللي بنعملها بلا مي هي زراعات يعني ما في مصاري من وراها، يعني بتقدر انتاج منيح تبعولها ولا شيء. بقى لهيك قررنا انه بأي ثمن كان لازم نعمل هيدا البركة لنقدر نروي برقة. وهيدا الشيء أدى لكذا شباب كانوا يشتغلوا تحت ببيروت، قرروا يرجعوا يغيروا، يعملوا شيفت بشغلهم ويرجعوا يجوا على برقة يعملوا زراعة، لأنه صراحة الزراعة فيها مصاري إذا واحد عارف يعمل انفستمنت فيها وعارف يستثمر فيها، وبتضل المي هي أساس الزراعة يعني أكيد. خلينا نبلش حديث بشي حكيناه عدة مرات، النعم للبرك لا للسدود. صح، هي الفكرة أنه نحن دائما عم نقول we have to invest بالزراعة، بس اول انفستمنت بلبنان بالزراعه هو انفست ان ووتر. فنحن كناس فينا يكون عندنا اذا بدك برك صغيره او محن مضطرين، او بحيرات، هلا هي بحيره شوي كبيره، سدود للدوله. بس هيدا الشيء كتير 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 مهم، يعني واحد من اهم انفستمنت، مش ضروري هو يربحك، بس حتى ناخذ الزعتر، زعتر مسقه بيعطيك اربع مرات اكثر بسنه واحده، تربح من الزريعه. صح، تربح من المحل السياحي وبتحط فيه بنجلوز وبيجوا الناس بيقضوا ليلة. صح. فيك تبيع مي للجيران. صح. ولبنان كله ما بينسى لك اياها، هي اهم وحده. صح. هلا بعد كمان الشغله كثير مهمه، هيدي الطريقه هو انت فيك تجيب مي حتى بمنطقه الارض تبعها كانت ما فيك تثبت مي فيها، يعني مشان هيك بنحط نايلون للمي تبقى. اثنين، المي بتكون نقيه، هيدا جاي من نبع ومن ثلج وهيك، يعني كمان زراعتك بتكون احسن. هلا في عده الوان، بس الابيض هو عاده يلي كثير ريكومندد كرمال المي تبخر منه، بتضل ميتك نقيه، وهيدا الشيء كثير مهم.
نحن هلا بمملكه اللزاب بشاليات ببيوت الضيافه تبع مملكه اللزاب. نحن هلا هون عندنا حوالي 10 يونت والخير لقدام اذا الله راد، وعم نشجع كل الاشخاص اللي حابين يستثمروا من اهالي الضيعه يستثمروا بهذه الطريقه، لانه بهذه الطريقه ان تقدر تستثمر تستفيد من طبيعتك وتحافظ على الموارد الطبيعيه وعلى غابه اللزاب وعلى اللزابه. كل الاشخاص اللي بيجوا لعنا نحن قادرين نهتم فيهم دقائق زاد، فينا نطعميهم، فينا نعمل لهم بروجرام، فينا نكسدرهم بالغابه نمشيهم، فينا نغديهم، فينا نعشيهم، وفيهم بنفس الوقت هن يجيبوا اكلاتهم معهم ويكونوا اوتونوم، يعني حسب كل واحد شو بيريح وبيعمل. نحن بهمنا اللي بيجي لعنا يحس حاله ببيته، ما يحس حاله عنا. نحن هون بمملكه اللزاب بنقدم أكل كل شيء طبيعي، يعني هودي الأكل اللي كانوا يعملون أهلنا من زمان. شو الأصناف بجددناها وكل شيء من أرضنا، يعني الشيء اللي ما عنا منه ما بنطبخ منه. بنعمل مكرونة، بنعمل كبد بطاطا، بنعمل كل شيء منتجات الأرض، يعني اللي بياكل عنا ما في لا رش ولا كيماوي ولا شيء. وحتى الترويقة كمان من المزرعة اللي زرتوها بتشوفوا كل شيء فيها طبيعي، وكل شيء عنا طبيعي هون. صراحة طلعت بلاد دقت الكبة البطاطا رائعة، معمول مثل ما لازم وبتمقت قد ما لازم. بطاطا، شوية جوز، شوية لوز، روعة. رجعنا على اللبنة تبع الصبح، مش معقول شو انغرمت فيها. طلعوا قديش قاسية، المي كلها منشالة منها، طبيعية 100%. نقل الغداء خويك. أول شيء المونة مش من عنا منطبخه، التين كمان من عنا، التفاح من عنا، الكشك أكيد من المعزيات اللي بتضيعة نعمل كشك، ورق عريش كمان من عنا، باذنجان كمان نشتري من عند جيرانا بيكونوا زرعين باذنجان، نشتري من عندهم باذنجان نعمل مقدس باذنجان. كل شيء مربيات من عنا، حتى الفراز من عنا. كل شيء خضرة بسوق الطيب منبيع، وكمان مونة، كل شيء مونة، كشك لبنة مكعزلة، كشك أخضر مكعزل بالزيت، بقى مزهر، مورد، شراب العطر، شراب الورد، كل هالأشياء نحن نعملهم عائدنا وننزلهم على السوق. لبنان كل عمره عبر التاريخ يطلع يمرق بطلعات ونزلات بأزمات، هيدي مش أول أزمة نحن بتمرق علينا. بال14 مرقت أزمة كتير كبيرة سنة 1914 على جدودنا. جدنا مثلا كان معاز كبير معه 1000 راس معزة، وبهديك الفترة إجا الجراد وما ضل معه ولا عنزة من هودي العنزات، فبقى اضطر هو وولاده يقعدوا يشتغلوا أجراء بمونة بطنهم، ما ضل معهم شي تياكلوا منه، صاروا يشتغلوا، وزع أولاده على العالم يشتغل هو وولاده أجراء بمونة بطنهم لحتى اللي قدروا رجعوا كونوا حالهم وقلعوا من جديد. كرمال هيك نحن هيدي الأرض بتعني لنا، لأنه هيدي الأرض ما تأخذني بالكلمة، إذا معك $1000 بجيبتك ومرأت على السوق اشتريت شغلة $100 ما بتعني لك كتير قد ما تكون دافع حقها حياتك. يعني قاعدين أجراءتها قدروا اشتغلوا هيدي، اشتريوا وإنيوا هيدي الأرض. هيدي الأرض أمانة برقبتنا. بيسألونا كتير داش سعر متر الأرض هوني، وإذا فيهم يشتريوا يما لا، هيدي الأرض ما بتتمن حقها كتير مصاري، ما بتتمن بمصاري لأنه مدفوع حقها دم. نشكر الله كتير طيبين. نحنا عم ناكلها لقالة نعمل، يعني هيدي طبختنا لقالة، شو لأننا عم نشريها ولا شي، منضبطها على مزاجنا بيكون كتير طيبة ونطعمية لكل أحبائنا. يعني كتير مهمة، كتير 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 مهمة. مغربية من أطيب ما يكون من الأكلات. فين أخبركم أنه عن جد يعني comfort food super emotional، كل حبة معمولة منهم قد بعضهم، يعني كل واحدة معمولة على رواق، الحمصات معمولين على القد، وكبة البطاطا شي من الخيال، يعني كيف معمولة كيف تمغط مزبوط البطاطا كيف مدعوك دعك. الأكلات ذكروني بستة، شيء روعة.
نحن السلسلة الشرقية السلسلة الغربية بلشنا فيها تشجير اللزاب من 10 سنين وصرنا حاطين فيها فوق 20,000 شتلة اللزاب. هلا انتقلنا على السلسلة الشرقية بالتنسيق مع الجيش اللبناني حوالي المراكز تبعهم لأنه هن قادرين يأمنوا لهم الحماية والسقاية. بلشنا سنة الماضية نحط نواة غابات اللزاب حوالي المراكز تبعهم تمهيدا لأنه ننشر هذه الثقافة بكل السلسلة الشرقية ويصير كل سلسلة الشرقية والغربية مليانين للزيب. عن جد قد ايه حلوة شجرة اللزاب. هلا هي مثل ما حكينا اليوم اشياء كثير عنا، شجرة رائعة لدرجة حتى واحد من اسميها شجرة البخور قد ما ريحتها حلوة. عندها كثير استعمالات طبية، حتى بيستعملوا الكون تبعها وحتى الوراق فينا نعمل منهم essential oils، عندها كثير فوايد، حتى فينا نستعملها بالطبخ. شجرة رائعة فينا نحكي بعد عنها بلاوي. المسج الأساسي مثل ما هي اللزابة عم هي رافضة تموت. نحنا هلأ خبرونا اليوم عنه شيء كتير حلو، أنه أوكي نحنا عم نزرع ومنرد اللزاب لمطرحه قد ما فينا وكنا ما نقدر نزرعه هلأ عم نزرعه، بس الأهم من كل هيدا ما نقطع شجر اللزاب الكبير الموجود لأنه هلأ ما عنا مزود وهالأشياء كلها. في كتير بعد اللزاب لبنان بس نفس الوقت هو خطر، بعده بخطر، فكتير مهم كتير مهم كتير مهم نفهم هالمسج أنه اللزاب لازم تبقى ما لازم نقطعها لأنه شجرة بتبقى 1000 و2000 سنة لتصير هيك ما فينا نشيلها بديقة. بقول لبنان حلو بس ولا مرة انتظرت أو عرفت أنه عنا شيء هالقد حلو بمنطقة يمكن بتقول عنا بعيدة، توقفوا بالنص وبتشوفوا خضار وجبال من 4 ميلات. شجر ما كتير منكم بيعرفوا وما كتير منكم عطيه أهميته، صرنا نسمع فيه مؤخراً وقول هي ما هيدا اللي بيعملوا فيه جن، بس كل الجن بيعمل كل بذرة منها بدل ما تطلع بدل ما تنزل بالأرض ويطلع منها شجرة واحدة منكون عم تشرب وتنبسط فيها. بس anyway مش هيدا المهم، المهم قديش حلو، قديش لبنان فيه تنوع، قديش فيه خضار أكتر بكتير من الأرز أكتر بكتير من صنوبر. هيدي المنطقة تستاهل زروها. تعالوا لهون شوفوها، طلعوا دير الأحمر، كفوا لهون على بركة وشوفوا شو الأجواء. الأجواء كتير حلوة، الطقس أساساً البرودات للشمسات عبيت أكسجين ونشاط وحيوية يمكن لسنتين لقدام. مشوار بوحدة من 2200 طالعة من لبنان بأحلى بلد بالعالم بيخلص هلأ وما بيكمل إلا ما تاخدوا السيارة وتطلعوا تكتشفوا بلدكم تتعلقوا فيه. يلا نلتقى بكرة بحلقة جديدة بضيعة جديدة. سبحان الله شو هالشجرة؟ شو الأهم؟ تقطع شجرة صار لها 2000 سنة لأنك أناني وبدك تتدفى فيها وهي أساساً ما بتدفى كتير أو تتركها لأولاد وولاد وولادك. تخيل يمكن المسيح يكون قطع من هون، شو الأهم؟ مش عيب؟